السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدريم. هنتعرف النهارده إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي صف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الثاني عام 2024. يلا بينا. هنا السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. للإعلان عن المتغيرات نستخدم الكلمة المحجوزة، طبعا هنستخدم في المتغيرات دم. لتخزين قيمة رقمية غير صحيحة نستخدم متغير من النوع string ولا single ولا polling ولا short، طبعا هيبقى ايه؟ single. ناتج العملية الحسابية، طبعا هنا المفروض في عندي ضرب، في عندي أسس، في عندي قسمة، وفي عندي طرح، يبقى لازم هناخد الأول الأسس وبعدين هنضرب اللي هيبقى 2 أس 2 ب 4، وبعدين 5 في 4 ب 20، 20 على 4 5 ناقص 2 يساوي ايه؟ سالب 2. طيب جملة if then اند اف، لازم اخد بالي من السطر كامل، لان في ناس بتقول لي انا جربت اند اف ديت else، يعني على اساس ان هي بتتكون من ثلاث ايه مقاطع. دي هنا اف زين اند اف اللي هي الجمله الاولى، التفرقه الاولى يتم استخدامها في حاله وجود بديل واحد. اذا علمت ان قيمه المتغير A بتساوي 40 والمتغير B بتساوي 40، فان ناتج الشرط التالي x لا يساوي y هو ايه؟ هي محتاجة تفكير واحد ثانية. هنا بيقول لي A و B، طيب ماشي A و B الاتنين المفروض A بيساوي B عادي تمام كده، بس هنا A جا بيقول لي ال Y وال X، هو جاب هنا قيمة ال Y وال X؟ لا، يبقى طالما ما جابش قيمة لل Y وال X يبقى أكنه بيضحك عليا بالقيمة بتاعتي ال A وال B، يبقى أكن أنا مش شفتها خالص. هل ال X بتساوي ال Y؟ ده X وده Y، يعني ده حتى القيم مختلفة، يبقى بالتالي الإجابة الصح تبقى ترو. تمام؟ ترو. في حد ممكن يقول لي بس ده هو يقصد إن هو حط لك الـ A والـ B، فالمفروض إن الـ A والـ B متساويين، فهو يقصد هنا الـ A يساوي الـ B. مفيش في الامتحانات حاجة اسمها يقصد. تمام كده؟ يبقى المفروض إن هنا الـ A لا يساوي Y. الاتنين المفروض مش بيساوي بعض. أنا إيه اللي عرفني إن الـ A الـ X بتساوي بي مثلا او بتساوي الاي والواي بتساوي ايه؟ تمام؟ يبقى الاجابه المفروض تبقى ترو. طيب السؤال الثاني، اكتب المصطلح. بيقول لي كلمه محجوزه تستخدم في اضافه تعليق او ملاحظه، تعليق او ملاحظه على طول يبقى الامر ريم. نوع من انواع البيانات يتم استخدامه لتخزين البيانات المنطقيه التي قيمتها ترو او فولس اللي هي بولين. هي عباره عن التقنيات التي يستخدمها المعتدي الالكتروني اللي هي الوسائط الالكترونيه اللي من خلالها هيتم عملية الايه؟ الاعتداء الالكتروني. أحد أنواع الأخطاء لا يعطي أي رسالة خطأ، تمام؟ لأنه بينتج رقم أو ينتج ناتج بس غير صحيح. ده الخطأ المنطقي اللي هو اللوجيك ايرور. خطأ منطقي من نوع لوجيك ايرور. السؤال الثاني بيقول لي أكمل العبارات الآتية. من قواعد تسمية المتغيرات والثوابت. الامتحان ده فعلا امتحان يعني لام المنهج كله. طبعا أنا عندي أشهر ثلاث قواعد، رقم واحد لابد أن يبدأ بحرف هجاء إنجليزي أو الشرطة السفلية اللي هي علامة أندرسكور. رقم اثنين لا يسمح باستخدام كلمات محجوزة داخل البرنامج. لا يسمح رقم ثلاثة باستخدام رموز أو علامات خاصة فيما عدا الشرطة السفلية، يفضل أن يكون ذو دلالة على المعنى. طيب الكود اللازم، هنا عاوز نكتب كود اللازم للإعلان عن الثابت، يبقى هنبدأ بكونست. اسم الثابت إيه؟ يو أندرسكور بي. لتخزين القيمة، القيمة ديت عبارة عن ايه؟ باينة خالص، 1/1/2024 ده عبارة عن ايه؟ ده تاريخ، يبقى من النوع ديت، والتاريخ القيمة بتاعته لابد ان هي تنحط بين علامتين الايه؟ الهاش او علامتين الشباك. كونست يو اندرسكور بي از ديت بيساوي اول التاريخ، لازم ينحط بين علامتين الايه؟ الشباك. مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما، ويتم استدعائها بهذا الاسم ليتم تنفيذ الأمر والتعليمات اللي هو الإجراءات procedures. procedure هي اللي هي الإجراء. الثابت الحرفي في بكرل يستخدم في إنشاء سطر جديد داخل البرنامج أو داخل فيجوال بيز، إنشاء سطر جديد. طيب الكود اللازم للإعلان عن المتغير اللي اسمه واي، ونوع المتغير سنجل. تمام، كل الحكاية إن أنا بعلن عن متغير بالأمر اللي اسمه إيه؟ ديم، يبقى ديم واي أسينج بس. أكمل الكود التالي لجمع الأعداد الزوجية، أعداد نوعها إيه؟ زوجي، من 1 إلى 10 باستخدام جملة الفور نيكست. طيب هنا طبعا بيقول لي فور، المفروض فور
من البداية إلى النهاية ومعدل الزيادة. بس هنا خد بالك من حاجة، هنا بيقول لي البداية كام؟ واحد. أقول له لا، أنت بتقول لي أعداد زوجية، وبالتالي الأعداد الزوجية هتبدأ من كام؟ من اتنين. واحد يقول لي طب ينفع إن أنا أقول له يبدأ من صفر؟ أنا باخد في الرينج أو المدى المحدد، المدى من واحد لعشرة. هل هو قال لك هات من قبل الواحد؟ لا، وبالتالي من واحد لعشرة أول رقم زوجي عندي كام؟ اتنين. يبقى هيبقى 2 4n بيساوي 2 10 ستيب 2، من 2 الى 10 معدل الزياده 2 عشان تبقى قيم زوجيه. طيب بعد كده بقول لي طب المجموع صم، الصم هيساوي ايه؟ المجموع هيساوي قيمه المجموع القديمه زائد المتغير، يبقى الصم هيساوي صم زائد n. تمام، هما دي الكودين اللي طالبهم في الايه. ندخل على السؤال الثالث. ألف بقول لي في الجملة التالية 4x بيساوي 2 10 step 4، قيمة المتغير x بعد انتهاء الحلقة التكرارية. طبعا هنا بيقول لي لما أخلص التكرار، طب تعالى نعملها يده، بلاش بالقانون. أدي 2 وهنزود 4 يبقى كام؟ 6. هنزود 4 كمان يبقى 6 و4 10. هنزود 4 ليه؟ لأن هو هنا آخر 10 هيطبع مع 10، يبقى هزود معايا كمان 4 على 10 يبقى كام؟ 14. 14 هي 12 يبقى لا غلط. طيب عند الاعلان عن الاجراء بروسيدجور يمكن استخدام اكثر من باراميتر او وسيط. طبعا صح، ممكن استخدام بسيط او اكثر او عدم استخدام عادي، مفيش مشكله. يبقى هنا ايه؟ صح. فيرست هنا ايه؟ شباك، علامه الهاش. فيرست هاش نيم، اسم متغير صحيح من حيث قواعد التسمية. ده احنا قلنا في قواعد التسمية لا يسمح باستخدام اي رمز او علامات خاصة فيما عدا الاندرسكور الشرطة السفلية. تمام، يبقى بالتالي دي خطأ. يصنف قيمة مجموع الطالب ضمن البيانات الرقمية الصحيحة. طبعا غلط. ليه؟ لان درجات بتاعتك انت جايب كام مثلا في مادة؟ هتقولي ده انا جايب مثلا ايه 7.5 من 10 او 3.5 او 5.5 او يبقى في نص. يعني دايما في اغلبا دايما بيكون في ايه؟ في كسور، وبالتالي ان المجموع انا بعمل له تحسبا لازم يكون في كسر، يبقى بالتالي يكون بيانات رقميه غير صحيحه، ودي غلط. نستخدم جمله السيلكت كيس عند وجود اكثر من احتمالين للشرط او اكثر من احتمالين للتفرع. طبعا صح. نستخدم المعامل اند للربط بين قيم المتغيرات الحرفيه. طبعا اجابه صحيحه. السؤال اللي بعدي هنا بيقول لي قيمة المتغير x كام وقيمة المتغير y كام. طيب تعالى كده نبص هنا. دم x و y as single. تمام، ال x بيساوي كذا، ال y يبقى ال y هنا مبدئيا ال y بيساوي صفر، قيمة ابتدائية هنا بصفر. طب وال x بتساوي كام؟ 3 زائد 2 في 3، يبقى 2 في 3 في 6 زائد 3 يساوي كام؟ 9. تمام، تعالى نشوف بقى هنا جملة التكرار. بيقول لي دو y ال x أكبر من 9، ال x بكام؟ 9. هل التسعة أكبر من 9؟ لا، يبقى إذا هينفذ اللي بعد اللوب. لو كان يبقى لو كانت ترو كنا هننفذ اللي جوه، لكن هنا بعد اللوب هننفذ اللي بعد اللوب. طب تعالى هنا بقول لي إكس أقل من أو يساوي 5، إكس بكام؟ 9. هي أقل من أو يساوي 5؟ لا، يبقى هننفذ اللي بعد إيه؟ إلس. إيه اللي بعد إلس؟ الواي بتساوي الإكس ناقص 3. يبقى الواي هتساوي 9 ناقص 3، يبقى الواي هتساوي كام؟ 6. يبقى اذا الاكس قيمتها 9، الواي قيمتها كام؟ 6. طيب التعبير الشرطي في جمله اف، جمله اف احنا لما اخترنا نفذنا اللي بعد زن ولا اللي بعد الس؟ لا، دفعنا اللي بعد الس. يبقى اذا قيمه التعبير الشرطي ايه؟ فولس، لانه ما تحققش. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تخلش عنه بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس لتصلك منا كل جديد، وما تنساش موجود على القناه شرح وامتحانات الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي. بالتوفيق والنجاح يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.